السلام عليكم. طبعا الباحة بالليل تم حرق الخيم حديقة الأمة. طبعا احتقت أكثر من 4 خيم منه انضربت عقوهم بالليل. طبعا ما نعرف من الحرق هنا، وقبلهم كان نزل بيان الانتقاد ما يحدث من القبعات الزرق جوا النصب، وطلعت الشباب تحرير كلها انتقدت الوضعية انه ليش تضربون الشباب او تقتلون الشباب او تعتقلون الشباب. وهم طبعا نزلوا بحقد دائما دا حديقة الأمة ورضوا هذا الشيء ورادوا يعتقلوننا كليتنا. فبدأوا الساعة بالأربعة بحرق الخيم وحرقوا 4 خيم تقريبا، وحتى هاي مال مفازة طبية، مفازة طبية حرقوها مال دكتور. هاي المفازة الطبية كانت هنا تشوفوا. هاي السنجات مال المفازة الطبية رقوهم بايلات العالم جناسيهم خطيهم المتظاهرين. هذا الشيء سووه هم.